بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. زي ما انتم متعودين طبعا من القناة بتاعتنا ان هي بتتكلم عن المعدات التقيلة والشاحنات، النهاردة هنتكلم عن حاجة تخص الشاحنات وبالأخص مرسيدس أكتروس. هنتكلم عن وحدات التحكم أو كنترول يونتس، اللي هي وحدات تحكم في الشاحنة أو الكارتات أو الكمبيوتر الموجودة في العربية، زي مع اختلاف المسمى طبعا. احنا مرتبينهم طبعا ترتيب أبجدي من A to Z. هنوضح طبعا كل كنترول مسؤول عن ايه في الشاحنة. هنبدأ بكنترول اللي هو ال ABA، زي ما احنا شايفين طبعا في الجنب الشمال دي الليستة بتاعة الكنترولات، وهنا المسمى بتاعها باللغة العربية أو وظيفتها. كنترول ال ABA ده مسؤول عن زي ما احنا شايفين من اسمه تنشيط مساعد الفرامل، او كنترول نظام تنشيط مساعد الفرامل. ده مسؤول عن الفرملة المساعدة للسائق، يعني دي الفرملة اللي بتحصل عند وجود جسم غريب مثلا قدام العربية او سيارة. بنلاقي العربية لوحدها فرملة ادت اوردر للفرامل ان هي تقف في خلال مثلا وقت معين او على بعد امتار معينة من الجسم اللي بيتحرك. ده كنترول الـ ABA. الـ ART كنترول الملاحة البرية، ده عن طريق بيحدد الأجسام المحيطة بالشاحنة عن طريق حساس رادار موجود في اكسدام العربية أو مقدمة الشاحنة، بيكون في الغالب في الجزء السفلي من مقدمة الشاحنة. ده بيحدد طبعا وجود الجسم ده ووجوده على بعد قد ايه وزاوية قد ايه، بحيث ان هو طبعا بيعتمد عليه بعدين نظام الفرملة ونظام اللي هو التحكم في سرعة الشاحنة. كنترول البي اس اللي هو كنترول الفرامل، طبعا ده غني عن التعريف كلنا عارفينه، بس احنا بنتكلم طبعا اللي هو لسه اول مرة يتابعنا او اول مرة يشتغل في الشاحنات دي، او لسه حابب ان هو يتعرف او يبدأ في المجال ده. البي اس هو باختصار البريك سيستم، بيتكلم عن او بيتحكم في نظام الفرملة في الشاحنة بتفاصيلها المختلفة، الحساسات، الضفيرة، الكنترول، البلوف الهواء اللي هي بتدي اوردر للفرملة ان هو يقفل او يفتح هواء في المنطقة في الاكس الامامي او الاكس الخلفي عشان يعمل فرملة للعربية. البي تي اس اللي هو كنترول التحكم في فصل البطارية، ده زي ايه، زي كأنه السويتش او السكينة بتاعة البطارية او السكينة بتاعة الكهرباء اللي بتفصل البطارية عن العربية، هو بيسمى كنترول لكن هو في الغالب هو سويتش. الاي دي دبليو اللي هو كنترول انذار ضد السرقة، من اسمه طبعا ده مسؤول عن الالارم اللي بيحصل عند محاولة فتح باب ابواب من ابواب الشاحنة. الاف ال اي وحدة بدء التشغيل او الفليم، الفليم اللي هو طبعا زي ما احنا عارفين طبعا في كل العربيات او يشتغل في شاحنات قبل كده او سيارات عموما، ده مسؤول عن اللي هو السخانات اللي هو بيدي يعني تسخين للهواء الداخل للمانيفولد الهواء او للمحرك، بحيث انه يوصل درجة حرارة مناسبة لبدء عملية الاحتراق داخل السلندرز بتاعتي. ال FM ده كنترول الفرونت موديول، يعني مختص بالتحكم الامامي في الشاحنة اللي هو الانوار الامامية الموجودة في الشاحنة. ال FR كنترول الكابينة او الدرايف موديول او درايف كنترول، ده بيكون موجود داخل الشاحنة ودي استخدامات كتير جدا او بيتحكم في حاجات كتير جدا، منها التعريفات اللي هي تعريف دوست الاكسلاتير، تعريف الدبرياج لو العصاية العربية دي في تيس اللي هو العادة اللي هو العصاية العادية. ايه تاني ممكن اعرف الضافر الموجود في العصاية داخل عندي، يعني بنسميه كنترول جوكر، داخل عندي في اكتر من استخدام وبتحكم بيشارك معايا في لينك بينه في اكتر من بيعمل لينك بين اكتر من كنترول. عندنا الجي ام اللي هو جنرال موديول او كنترول العمومي، ده موجود طبعا هو في قواعد يعتبر هي بالنسبة للعربية قاعدة الفيوزات والريليهات، بيكون موجود في الجزء الأمامي من الشاحنة، سوري الجزء الداخلي في الجنب اليمين في الشاحنة موجود في الريليهات واللي هي كثاوت أو قاعدة الفيوزات.
عندنا جي اس كنترول الفتيس موجود طبعا في جانب الفتيس الجانب الايمن، واحد بيتحكم في الفتيس طبعا مختلف المدخلات والمتغيرات داخل الفتيس. الاتش ام كنترول التحكم الخلفي طبعا ده بيبقى موجود على الشاسيه في الجانب في الجزء الخلفي من الشاحنة، بيتحكم في الأنوار الخلفية، بتحكم بيدي طبعا باخد منه قراية عوامة الجاز، ضغوط الهواء في الخزانات بتاعتي، لو العربية دي قرب هواء أو المناخير أو نظام التعليق بتاعها هواء مش سوسة ورقية اللي في سبرينجز. عندنا ال HBS اللي هو كنترول الهيدرونيماتيك بيتحكم في ضغوط الهواء والزيت اللي هي بتحكم في حركة الغيارات في الفتيس طبعا ده لو الفتيس ده العادة مش اللي هو الكهرباء. ال HZR اللي هو كنترول التحكم في التكييف والتدفئة طبعا ده لو العربية دي فيها نظام تكييف أو طبعا العربية بيكون موجود فيها نظام تكييف في كنترول خاص بيها، ويعني اللي هو المفتاح اللي بيكون موجود في الطابلو عندي هو ده باختصار كنترول التحكم في التكييف والتدفئة. طبعا عندنا ايه تاني اللي هو الانس كنترول الشاشة، كنترول شاشة العدادات اللي هي الشاشة شاشة الطابلو بتاعتي اللي بتظهر القرايات بتاعة الأمبير سواء الهواء الجاز درجة الحرارة الأعطال اللي ممكن تتسجل عندي مثلا تظهر عندي على الشاشة. عندنا حاجة اسمها كوم كنترول تحكم نظام اتصالات، لو أنا عندي نظام اتصالات بتصل من الشاحنة للمركز المتابعة بتاعي في كنترول مسؤول عن الكلام ده طبعا. الام ار اللي هو كنترول المحرك مسؤول عن المحرك بتفاصيل مختلفة الحساسات وحدات الحقن الفرمرة أي حاجة خاصة بالمحرك طبعا بيتحكم فيها كنترول المحرك بيكون في جانب البلوك بتاعي أو المحرك نفسه يعني في الجزء الخارجي من الشاحنة مش داخل الكابينة. ال MSF ده كنترول السويتش أو السويتش موديول ده طبعا بيكون مسؤول عن الأزرار أو الزراير بتاعة الطابلو أو السويتشات أو مفاتيح الطابلو بالكامل. عندنا بعدين حاجة اسمها التاكوجراف اللي هو الخباز ده بيكون موجود طبعا في الكابينة من الداخل في جانب السواق أو في جزء الطابلو مثلا ممكن في وسط الطابلو أو في الجزء العلوي أو في جانب السائق، ده مسؤول عن قراية التطبيقات الجغرافية أو يعني سرعة العربية في وقت معين، العربية اتحركت بسرعة معينة في وقت معين وبتسجل ده عن طريق على قرص ورقي بيكون داخل التاكو. البي اس ام ده كنترول التجهيزة او التحكم في التجهيزة او بالمرفقات اللي مع الشاحنة، مثلا لو الشاحنة دي بتضم طرمبة رفع قلاب ان مثلا في قلاب ورا بتحكم في طرمبة الرفع دي عن طريق حاجة اسمها بي اس ام كنترول موديول، او في خلاطة خرسانة طبعا دي في جزء بيبقى جزء هيدروليك جزء كهرباء بتحكم فيها الكونكشن بين الشاحنة والجزء ده بيتحكم فيها عن طريق حاجة اسمها البي اس ام، او لو ونش طبعا لو العربية دي بتقطر ونش محملة ونش طبعا على الشاسيه بتاعها الخلفي هو اتحكم في ان انا انقل الحركة من الشاحنة للونش ده او المعدة دي بتحكم فيها عن طريق الكنترول ده. في حاجة اسمها الار اس او التلمة او فرملة الفتيس او الريتاردر ان انجلش يعني دي طبعا مختصة بالفرملة فرملة الفتيس طبعا ان انا طبعا دي وظيفتها ان انا بقلل السرعة الخارجة من الفتيس بحيث ان انا ما يبقاش في اجهاد او في حمل كبير على فرملة العجل اللي هو البي اس. السباو او اللين ده كنترول التحكم في نظام الطريق البري الملاحي ان انا بعمل العربية مصممة ان انا ايه تمشي على خطين اللي هو الخطوط البيضاء اللي موجودة على الطريق اليمين والشمال بحيث ان هي لما بتنحرف عنها مثلا تديني الارم كده داخل الكابينة بحيث ان انا ارجع تاني للخط بتاعي. ده كنترول السبا. في عندنا كنترول اسمه اس ار اس اللي هو التحكم في الاير باج اللي موجود في الشاحنة طبعا يكون موجود في الاير باج طبعا احنا عارفين ان هو ده نظام حماية للسائق يعني بحيث ان حصل اصطدام بحاجة حادثة بدل ما الجسم يصطدم بأي جزء صلب داخل الكابينة بيصطدم بحاجة بالون بينفجر داخل الكابينة بيحمي السواق. التاكو طبعا احنا اتكلمنا عنه. تليفون اللي هو التليفون لو موجود عندي تليفون هو ده التليفون ده هو كنترول في حد ذاته يعني. في عندنا تي ام بي كنترول باب الراكب
اللي هو التباع او اسمه باسنجر سايد، موجود في الجانب اليمين، يكون في كنترول داخل الباب اللي في الجانب اليمين، طبعا بيتحكم في الباب نفسه بتحكمات مختلفة، سواء ان انا بعمل لوك للباب سنتر لوك، او بعمل برفع الازاز بنزل الازاز بنور النور اللي فوق مثلا في باب في جانب التباع عن طريق اللي هو لوحة المفاتيح اللي في الباب، برضه كل ده بيتحكم فيها التي ام بي. كذلك نفس الخواص دي موجودة في التي ام اف، بس بالنسبة لجانب السواق عن طريق الكنترول داخل الباب نفسه، بيبقى موجود داخل الباب متظاهر عندي. في حاجة اسمها عندي اسمها الدبليو اس كنترول الصيانة، هو مش كنترول بحد ذاته يعني، جزء من ملموس يعني هاردوير، ده نظام داخل الجي ام بيحدد لي الانترفال بتاع الصيانات او المينتنس بتاع الشاحنة بتاعي، مثلا لو بغير الزيوت على فترات معينة، بغير سواء زيت محرك فتيس كوارين، بيحدد لي مثلا بعمل بعد ما اعمل الصيانة بعمل ايه كاري اوت، بحيث ان انا نفذت الصيانة دي يحسب لي بقى الصيانة الجاية امتى، ويديني الارم على الشاشة بتاعة الانس ان انا خلاص حاول ان انت تغير الزيت في اقرب وقت معين للفتيس او الانجن او الديفرنشال اللي هي الكوارين. تيل الفرامل برضو لو قرب ينتهي بيظهر عندي الارم في نظام ال WS ان انا خلاص كده تمام. إيه لو غيرت مثلا، عايز احسب انا بغير كل قد ايه زيت تيل فرامل، بعمل كاري اوت، وعند طبعا بيحصل ان انا التيل خلاص خلص، بدخل على النظام على السيستم ده بعرف ان انا التيل ده قعد معايا كام ساعة او كام كيلو متر. دبليو اس كي ده كنترول تحكم في عزم الدبرياش، مش موجود في شاحنات كتير طبعا. زد دي اس الذاكرة المركزية، ده مش كنترول برضو، ده جزء داخلي في الجي ام، ممكن نسميه يعني زي الروم كده، الروم في الكمبيوترز دي بتحتوي على الداتا اللي هي خاصة بكل كنترول والمتغيرات الخاصة بكل كنترول. اخر حاجة عندنا اسمها زد اتش اي كنترول، التدفئة الاضافية وسخانات المرايات والزجاج، زي ما احنا طبعا يعني شايفين من الاسم بتاعه، يعني هو بيدل على التحكم بتاعه او بيدل على الوظائف بتاعة الكنترول. طبعا ده مش مستخدم كتير في مصر، او تقريبا مش مستخدم خالص، ده خاص بسخانات المرايات والزجاج لو انا في دولة درجة حرارة عندي بتوصل لتحت الصفر طبعا، فبيبقى في تلج عندي على الزجاج الامامي والوايند شيلد والميرورز سواء اليمين او الشمال بيبقى فيه تلج عليها، وطبعا هيبقى الرؤية تصعب الرؤية طبعا، او اتحرك ان انا في الجو ده لازم اعمل هيتنج، الهيتنج ده بيعمل اذابة للثلج ده، فعشان كده اقدر اشوف كويس من الازاز والمرايات. طبعا ده ممكن يكون موجود عندي في العربية، او العربية دي جايبها من بره مصر بيكون موجود فيها، بس مش مفعل يعني انا مش بستخدمه لان انا ما عنديش الجو ده طبعا. وبكده نكون احنا طبعا اتكلمنا على اغلب الكنترولات اللي ممكن تقابلنا في اي عربية اكتروس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكون استفدتم منه ان شاء الله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك اسفل الفيديو، وسبسكرايب عشان تشترك في القناة بتاعتنا طبعا، عشان تعرف كل جديد عندنا في القناة وكل حاجة بننزلها. لازم تفعل الجرس اللي موجود تحت عشان يصلك اشعار بالفيديوهات اللي احنا بننزلها. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.